درس اليوم حول مفردات الملابس. قميص. بنطال. فستان. سترة. حذاء. جوارب. حزام. معطف. تنورة. ربطة عنق. قبعة. قفازات. وشاح. تمرين للتذكر. أين هو الفستان؟ أحسنت. فستان. أحسنت. جيد جدا. أين هو القميص؟ قميص. جيد جدا. أحسنت. جيد جدا. أين هو الحذاء؟ ممتاز. حذاء. أحسنت. جيد جدا. أين هي القبعة؟ أحسنت. قبعة. أحسنت. جيد جدا. أين هي التنورة؟ جيد جدا. تنورة. أحسنت. جيد جداً.